عليكم ورحمه الله. اصدقاء طلبيش، توحشتكم بزاف وتوحشتوني بزاف. اليوم معكم واحد الفيديو جديد لي تري تري سبيسيال الخوت، ما نكذبش عليكم. وهاد المره ما كاين لا قص ولا تقاوس لون، من البراكه غتعيشوا معايا الجو كيفاش انا غنطيب العشاء، وباش غنطيب العشاء بهذا الخير هذا. شوفوا تبارك الله، شرعو ديال الكيلو او مقوس الميرو، هو مقوس. هاتوا مقوس. كيف ما كتلاحظوا سيدتي وسادتي، كنديروا البصله او لونيون، كنشدوا شويه العطريه كنبزروها هكا باش كنديروا طويجين جد فريد من نوعه بحال هكا. كنعطر البصله يعني القاع ديال الطاجين اللي هو كيكون بنين، خاصنا نحاول من هاد المكان نعطوه مزيان. نشدوا البصله كندقدقوها مزيان هكا، كنحاولوا العطريه ندخلوها مزيان معاها، وكنحاولوا نقولوا لها واحد الكلمه باش تزيد من البنه ديالها. كنقولوا لها اجبد، ها هو اجبد. شتو هاد الدراس عندها؟ المهم كملوا لان هاد المليحه ديروا خيزو ولا بلاش، ديروا خيزو ولا بلاش، بلاش من الاحسن. دابا شنو باقي لينا؟ باقي لينا هذا اراري الكوتو، اراري الكوتو. زيد عندي هنا بسم الله. هاد الفيديو وهاد الحوتات هادو في خاطر المتتبعين ديال القناه طلبات. اسمع اسمع سميتك، اسمع اجبد. هاد ديال والدك وكتي معايا في الطويجين، نقولش لك امي انتي، نقولش لك الواليدة. ارمي وهاد الطاجين هادا غيطلو طوا بيرسون. ها نتوما نلعبو، هذا هو اللي كيضرب وكيسكر لينا، والحرام كيمشي لنا بحاجه واعره. على علم الفيديو راه من بارباس، من افتاس ديال بارباس. يا الخوت، ومعنا لالا مادموزيل انوشا. ها هي انوشا، كيدايرين الناس؟ دخلي دخلي معنا الكاميرا، قولي لهم قولي لهم كيدايرين متتبعين طال الباش. لاباس الرجاله تقولي ودي اخويا ياسين مقلى صحتها صحتها. على ذكر هاد الوليد هذا وهاد الصديق هذا اللي سير كيفيلمي، راه من مدينه اسفي. المهم الطيب ديال الزواغي راكم عارفينو، هذا كيبان لي عمر. خاصني نفرش لي البلصه لتحت، البطاطا لتحت، ديرو لي البطاطا لتحت. عامر الخير، ديرو لي البطاطس. هانتوما الفوت كتشوفو، لقينا الطاجين صغير هو عمر، باش غادي نقدرو نستافدو من لي سبوس. فرشنا البطاطا هي التحتانية، وما قبلوا لينا العشانا الخوت. الأول اللي غادي نقول لكم الله أكبر، نديرو طوماط راه غادي نديرو لا طوماط،
الطاجين هذا ان شاء الله خصي ياكلوا فيه اربعه الناس ولا خمسه. مابغيناش نديروا لي واحد العمليه ديال السليق اللي كيديروه هنا في الاصدقاء الصيادين اللي هي سريعه الطياب. بغينا نتفنوا شويه. لا غندير شوط ملحة وزيد المائدة. نجيب زيت المائدة والناس قبلوا علينا الخبز على قسم الله على قسم الله. هذا غنديروا ليه هكا نحاولوا نوركوا عليه باش يتجمع لداخل هاد الشريغوات ورا. اوبا غادي نحطوه فوق البوطه. اين هي الموتشيره او البريكه؟ انها هنا. بعد ما دام بوطا وكنقولوا ليه طيب بسلام. كيف ما كتشوفوا سيدتي المقادير هي هذه. ونتلاقاو بعد فاصل ونواصل. المهم الخوت حنا دابا في بركه كنتسناو الطوجين طيب. الاصدقاء كيوجدوا كيسنيو السنار وكيرقعوا السنار باش نصيدوا غدا ان شاء الله. هانتوما تخطاجينا الخوت كاي تختخ نيرو الشراري راه كاي تختخ. بسم الله. يا سلام ايوا بزع السياسي راه سير كيف اقع. كي داير السياسي؟ لاباس عليك. اش كدير؟ كتسني؟ اللهم بارك. سير تبارك الله. شتما الزر وطروا؟ زر وطروا. فاش مرقعة في 70؟ 70. الله يسخر الامور. شحال ديال السنار الخوت نوزع هاد السي عبد الرحيم جبيرو الرئيس ديالنا الكوميك ديال الفلوكة. كيداير السي جبيرو؟ لاباس عليك. تطفي الدوشوكة. عطي التحية. عطي التحية. التحية التحية للأصدقاء. راك تا كتسني انت عندك السنار ديال الزيرو دو ترقيع على 60 ياك. البلانشا الخوت الأصدقاء كيف ما كتشوفوا كيف ما دائما وكيف ما العادة حنا البحرية راكم عارفين حيت واحد السنارة كانت غضربني في رجلي بعدا. هيا هاك صافين معلقه الخوت. الضو كيما العاده طاع الشمسيه البيطه الكوان ديال طالير هو هذا. المهم كنا هاد الماتيريال العيبات البريريكا كيف ما العاده داكشي بسيط ومتواضع. لا لا انه شق المشاره خرجات الكوزينه ها هي على قد الحال. هانتوما داكشي معلق سكر بلاصتو والاتاويش سيمرات بريق ديال القهوة كناشطة ديال السردين. جبنا دابا صندوق ديال الخضرة ديال السردين باش نصيدو غدا ان شاء الله. نتمنى نقاد ليكم لا كاميرا كاميرا الخوت صندوق ديال السردين كيف ما كتشوفو وكيف ما كتلاحظو. جبنا لاصيص درنا لاصيص درنا كلشي درنا قلنا اش غنقول اش غنديرو. طالب غيطيب العشاء والاصدقاء غيقادو الدوزان وغيديسيو الشغل. المهم بما يكمل الطاجين ويطيب تلاقاو ان شاء الله. خليكم معنا كملوا. المهم الاصدقاء الطاجين ها هو طاب الخبز موجود والاصدقاء على استعداد كيتسناو امتاش ياك الخوت. كيتسناو امتاش تكاو على هذا الخير هذا. ها انتم يا سلام على رويحه. اللهم بارك. مبزر مزيان الخوت. يلاه اش غادي نقول لكم الخوت. الطاجين جاي يا سلام تبارك الله اللهم بارك.
المهم كيف مشو كان عيشوا اللحظات جيدة مع أصدقاء وليدات أسي من كاب بارباس. كيف ما كتشوفوا الخوت بالنسبة للبحرية كاملين الحمد لله وتبارك الله وما شاء الله عليهم وشابوا لهم من هذا المنبر. علاش؟ حيت كياكلوا الحوت فريش حيت كيصيدوا بيديهم ماشي داك الحوت اللي على بالكم اللي كيتباع في الأسواق عينو مضبوا داكشي. الله يحسن عوان الناس اللي ما قداش الله يدير اللي فيها الخير. كنقول لكم الخوت ما بغيتش نطول عليكم فيديوهات ديال لي توج ديال اون ديريكت ولي زافونتور ديال لابيش في الصحراء هنايا. قلت نعيشكم معايا الاجواء ديالي ويا ريت نعيشكم معايا جميع الاجواء كيف ما كنعيشوا والبساطه اللي كنعيشوا حنا والبحريه يعني غير في واحد الفيلاج دو بيش في واحد البلاصه اللي هي خاليه وبعيده بزاف على المدن وبعيده على بزاف الحوايج. المهم كنقول لكم ما تنساوش اللي ما ابونيش يتعاود يتابونا ويدير جيم ودير دي كومونتير وهادشي كامل باش كيوصلني باش كنزيد المردوديه ديالي ونزيد من المفعول ديالي. كيقول لي طلال راه عندك متابعين واصدقاء كيتابعوك وكينتظروا الجديد ديالك. كنحاول ما امكن نجتهد ونحط لكم احسن ما يكون وشكرا لكم ونتلقاو فيديو مقبل ان شاء الله ومع السلامه من كاب بارباس يا اصدقاء وشكرا لكم.